familyfan.com. هل انت كنت شفت لحظه ان هم ممكن يلعب حتى دقيقه واحد اي واحد يا كابتن ابراهيم؟ انت دلوقتي بتتكلم على نظريه اللعب، يلعب ولا ما يلعبش، دي مش بتاعه اللعيب. اللعيب يفضل في المعسكر لاخر يوم موجود في المعسكر. ما ينفعش ان انا عشان انا احس ان انا لعيب ما مش هلعب الماتش اخد شنطتي وامشي. الكلام ده غير مقبول، وحتى في منتخب مصر عارف انه مش هيلعب. انما مش هيلعب. انا ما بقولكش ان هو اي واحد ياخد شنطته. امال ايه يعني؟ انت بتقول له عندك بكره الوقفه، فانا ممكن اشوف كده همشيك ولا مش همشيك. ما ينفعش ان انت لا، ازاي ما ينفعش يبقى يلتزم اللي انا بقوله يا كابتن ابراهيم؟ لازم يلتزم باللي انا بقوله. يعني انا المدير الفني يلتزم بالكلام اللي انا بقوله. انت لو عندك يا كابتن ابراهيم، انت لسه دلوقتي انا سامع مشاكلك مع حسين المحمد. يعني انا لو لعيب عندك في المعسكر دلوقتي وجي قال لك انا همشي، لو انا مش هلعب بكره انا همشي، هيبقى ايه موقفك؟ بص، لا ده ما انا دي قصه ثانيه يا هاني. انا بص يا هاني، الاخ الاثنين ما خدوش اولا الشنط بتاعتهم، بدليل ان هم كانوا قدامك، بدليل ان انت قلت لهم في الملعب قدام زمايلهم اطلعوا بره ومش عايزكم. وبعد كده يا كابتن ابراهيم، انا الولاد دول انا جبتهم وكلمت والد عمر جابر. الولاد دول كانوا اوريدي خدوا العربيات ومشوا، وهم قالوا كده. انا قلت محمد ابراهيم انت خرجت؟ قال لي اه كابتن خرجت. ويرد باسلوب مثلا باصص في الارض بيقول فاكر ان اتاخدت عندي، افتكرت ان اللعيبه دي مش عايزه تيجي التجمع بتاع المنتخب ومتمرضين، فانت بناء على كده قلت له يا كابتن انا هعند مع مين يا كابتن ابراهيم؟ انا ما بعندش مع حد، انا بحط نظام يا كابتن، انا بحط نظام. انا تقول له اذا كان انتوا احنا عايزين بص يا كابتن ابراهيم بيتعاملوا معاكم بقله ادب وبالضرب ومش عارف ايه ولا لا 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 لا، بس عشان برضه توصل لك الكلام صح. انا قلت لهم بالظبط كده، انا قلت لهم انا مش من نوعيه المدربين اللي ممكن يضربك بالقلم. انا الالم اللي هديهولك ان انت ما تكونش موجود جوه منتخب مصر، هو ده اللي انا قلته. وعايزين يا كابتن ابراهيم، احنا انتوا ناس كبار، واحنا عايزين برضو يعني ايه، عايزين لان انتوا بتعلموا الولاد الصغيرين دول، والولاد الصغيرين دول بيتعلموا منكم انتوا يا كابتن ابراهيم. وفي النهايه الولاد ولاد زي الفل، وهو الراجل معتز بيهم جدا جدا. والمساله ما تحتملش الحوار اللي احنا بنقوله دلوقتي. صدقني يا كابتن ابراهيم لان احنا عايزين الولاد يبقوا ملتزمين معاك 100%. مؤدبين جدا يا كابتن، مؤدبين 100%، ما اختلفناش. مؤدبين جدا يا كابتن، والله ما اختلفنا يا كابتن. انا ما بقولش الولاد مش مؤدبين كابتن ابراهيم، انا ما بتكلمش. سلوكياتهم 10 على 10، ولاد فنيا ممتازين، لكن يتصرفوا تصرف زي ده ونسيب الموضوع يعدي، يبقى هي ده الغلط. بس يعني لو هي في حته عدم التزام، الناس دي ما كانوا بعتوا التقرير وهي خلصه، او هم في دماغهم ان هم مش عايزين يجوا المنتخب، كانوا جم الله كده من غير لبس ومشوا وخلاص. يا كابتن ابراهيم، عمر جابر جه بعد يومين من المنتخب، ما جاش ليه من اول المعسكر؟ لان الاثنين واخدين اجازه، واخدين راحه. اجازه؟ ما فيش حاجه اسمها اجازه من المنتخب. انا احنا انت ابراهيم كابتن ابراهيم كنت بتلعب وتخرج من 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 المباراه في سويسرا او في اليونان، ثاني يوم بتسافر على منتخب مصر. ما فيش حاجه اسمها اجازه من منتخب مصر. اللعيب يسلم نفسه الاول لمنتخب مصر. مش اثنين مصابين؟ طيب اثنين مصابين يا هاني. على كل الاحوال يا كابتن ابراهيم، يا كابتن مدحت اشمعنى كابتن في تقرير اثنين لعيبه من بتاع امبي والاخ بتاع ما هو قال لك، ما هو رد عليك يا كابتن الدكتور. ما انا مش هخش في دور عندي مع لعيبه كابتن. لا ده الدكتور، انا ما بعاندش مع انت اشدت بيه، ولا بعاند مع اللعيبه في ايه؟ انا ما بعاندش مع الدكتور مجدي. اتصل بالدكتور دلوقتي مجدي، اتصلوا بالدكتور مجدي عبد العزيز يا جماعه، اتفضلوا اتصلوا بالدكتور مجدي. انا عندي جواب، انا عندي جواب من الدكتور مجدي ان اللعيبه ديت لا مانع وجودها في المعسكر، وان اتحدى لا مانع ان هم بناء على برضه معلش الدكتور، اي دكتور مع اي فريق سواء نادي او منتخب بيشوف نيه الراجل المدير الفني بتاعه ايه عشان ويمشي. لا بس ايه هو الدكتور مجدي ده مانع ان موجودين في المعسكر؟ الدكتور مجدي كبير يا كابتن ابراهيم. أيوة. الدكتور مجدي كبير، وانت انت لنفسك اشدت بيه. موجودين يا كابتن الاثنين. ايوه يعني هو معلش يا كابتن ابراهيم بالعقل كده، يعني هو هيقول موجودين عشان يناموا وياكلوا؟ كلمه متواجدين يعني يبقوا حتى لو جريته لفتتين اجريحه في ايه؟ ادعي ان انا جريحه فيه. ما هو يا كابتن ابراهيم انا بجريحه حافي، انا بعاقبه. الولد مش قادر يلبس الجزمه، بدل ما يقعد يتفرج على التمرين لف لفتين وانت كنت بتجري حافي يا كابتن ابراهيم بعد الماتش، وانت ما كنتش بتجري حافي. تعمل ايه هاني انت؟ احنا ممكن تعمل ايه؟ زي ما كنا بنعمل ايه؟ ممكن اجريه ادخله الجيم جوه على عجله يمكن يشتغل يا كابتن ابراهيم. احنا يا كابتن ابراهيم اسمعني بس، اسمعني يعني انا هو الولاد في الملعب، وانت كنت بتجري حافي وانا كنت بجري حافي بعد الماتش، كنا بنجري اربع لفات حافيين لما بيكون حد عنده حاجه في رجليه. انا ما بتكلمش الكلام دوت، ولاعيبه الكره اللي سامعاني دلوقتي والمدربين اللي سامعيني، لما بيكون في كلو في رجليك المدرب بيقول لك اقلع الجزمه واجري لفتين حوالين الملعب. الكلام ده ما يعني انا ما وانت عارفه
لكن انا بتكلم بدل الولد ما بيقعد بدون تدريب يقول لك النادي الزمالك ده قعده من غير تدريب، لا انا باهله، واسال محمد ابراهيم واسال عمر جابر، انا يا اولاد باهلكم عشان تروحوا نادي الزمالك ماتش المصري ده، عايزكم احسن اتنين في المباراه. ده كان فكري، ما يجيش تاني يوم ياخد شنطته ويمشي. يا سيبك من الحته ديت يعني للضروره يعني، اما قلعوا جزمه وجريحه في امتى؟ ما هو اي ضروره اللي كان بيقول لي مش قادر البس الجزمه وفي في جرح في في، طب انا ضروره ايه على البسه الجزمه بالعافيه؟ لما يكون عندك ماتش بعد اربع ايام مع تصفيات. طب انا عايز اقول حاجه كابتن ابراهيم، عايز اقول حاجه يعني، يعني سؤال ليك انت كابتن ابراهيم، يعني انت عندك احساس شخصي ان الكابتن هاني ضد لعيبه الزمالك مثلا، انت عندك الاحساس ده؟ مش حكايه هو اتخذت ده لعيب، ده لعيب، ده لعيب مهم عنده جدا يا كابتن، ده لعيب مهم يعني، يعني لعيب بحجم محمد ابراهيم او بحجم عمر جابر ما شاء الله، وانتوا اللي اخترتوهم وكبرتوهم والولاد زي الفل يعني، اكيد اكيد هيبقى دول بالنسبه له الماز. ماشي يا كابتن، يبقى الماز ان انا عادي جدا، خليه هو يظبطهم بطريقته في المنتخب يا كابتن ابراهيم. ده لعيب مهم يا كابتن، الاخ جيرارد بتاع ليفربول دلوقتي، حضرتك قريت القصه بتاعته كويس؟ اه. اللي عمل ايه؟ الراجل الدكتور بتاع الفريق بتاع النادي بتاعه قال له يا جماعه ده ما يلعبش اكثر من 60 دقيقه تقريبا. تمام. راح المدرب المنتخب الاخ كابيلو راح ملعبه لحد اخر المباراه لحد الدقيقه 84. ده غلط. راح رجليه راح ودفعوا غرامه قد كده، خلي بالك دفعوا غرامه قد كده. نادي ليفربول بالدكتور بالبتاع نفضوا الاتحاد الانجليزي ونفضوا المدرب. ايوه طبعا، لانه في النهايه يعني انت حضرتك بترجع لموقف يلعب ما يلعبش. انا محمد ابراهيم انا بقول له لو كنت شاكك 0.5% ان انا هاذيه ما كانش هيلعب، وفعلا ما كانش هيلعب. انا بتكلم على التصرف، ولد 17 سنه ما تصرف الولد، وهم الاثنين هاني حسوا ان هم خلاص مش موجودين في المعسكر وما لهمش لعب. يعني يا كابتن ابراهيم لو في لعيب عندك دلوقتي حاسس انه مش هيلعب بكره ياخد شنطته ويمشي؟ في فرق يا هاني، في فرق، اسمعني. انا ما بقولكش لعيب ياخد بعضه ويمشي. امال ايه طيب؟ انا نادي يعني الراجل ده هيفضل عندي طول السنه او الاربع سنين او الثلاث سنين، انما انت المنتخب واخده ثلاث ايام تجمع يا كابتن ابراهيم، ده منتخب مصر يا كابتن ابراهيم، ده منتخب مصر، ما ينفعش ولد موجود في المعسكر ياخد شنطته ويمشي والامور تعدي. انا كنت بناشد، انا كنت اتمنى يا كابتن ابراهيم انت وكابتن حسام او احد اعضاء مجلس اداره الزمالك يطلع يقول لا طالما الولد ده عمل كده يبقى في تحقيق معاه، لكن احنا بنقلق اعذار للعيب لسه عنده 17 سنه وبيهرب من منتخب مصر. انا بكرر لان اللعيبه دي بكرر تاني، اكثر لعيبه فدائيين وبيحبوا منتخب مصر ويرجع، ويا ريت محمد نصر يرجع بماتش السنغال. انا بقول له ما بيحبش ما هو بيؤكد على كده كابتن، وانا بقول لك ان هو ما بيحبش منتخب مصر. أيوة يعني ملتزمين، ما فيش حاجه اسمها ياخدوا بعضهم ويمشوا يعني، دي خالص ما فيش يا كابتن مدحت. طيب عموما اذا انت تبص متربيه كويس الاثنين دول ولاعيبه يعني هم ما مشيوش يا كابتن، يعني انت شايف ان هم ما مشيوش من المعسكر؟ يا هاني ينفع يا هاني تيجي قدام زمايلهم تقول له طب خدوا بعضكم وخدوا بره، وبعدين تقول له خدوا تيجوا لي تيجوا تركبوا الاتوبيس وتمشوا بعد كده من ال. طب هسألك سؤال أخير يا كابتن إبراهيم.